كنت عايز اسالك سؤال اخير. وانت عشت فتره خارج مصر وراقبت يمكن الاحداث المصريه من الخارج، الصحافه العالميه والمؤسسات العالميه كيف رات مصر في 2017، الموقف السياسي المصري في 2017، وفي تقديرك كانت منصفه ولا فكره المؤامره حاضره وفي تعسف في التعامل زي صحف كبيره زي مثلا نيويورك تايمز في الولايات المتحده الامريكيه، الجارديان، في كتير جدا من مواقفها طوال السنه؟ يمكن في حلقه سابقه مع حضرتك احنا كنا اتكلمنا عن المساله ديت باستفاضه. انا شايف انه لازالت المساله التعسف في التعامل، في تعسف نفس الوقت في نقص معلومات من جانبنا. قلنا انه بدات عمليات محاوله تصحيح الامر في الفتره الاخيره بانه التواصل مع الاعلام الاجنبي داخل مصر بشكل واضح. يمكن انا شايف انه مجهود بتاعنا محتاج يتضاعف بشكل كبير عشان نوصل الصوره. ممتاز. يعني على سبيل المثال القصه بتاعت انه لو شفت مساله تعبير الارهابيين والمسلحين وكده، ده احنا بنتكلم على مستوى ان اليونسكو نفسه عنده دليل لو طبقته على الصحافه العالميه هيطلعوا هم صح. يبقى انا لازم اشوف مع المؤسسات الدوليه ايه بالظبط اللي ممكن يتغير عشان خاطر في ثوابت في الاعلام الدولي بتمسني بشكل مباشر، لازم اناقشها مع اصحاب الامر في مؤسسات كبيره بحجم اليونسكو او الامم المتحده. ممتاز.